وصلنا ولله الحمد أول طائرة، وغدا بإذن الله سوف تكون الطائرة الأخرى تحمل المساعدات الإنسانية في مجالات الإيواء وأيضا المواد الغذائية، بالإضافة إلى المستلزمات والأدوية الطبية الخاصة بالحروق والكسور. هي أيضا رسالة قوية تعبر عن مدى قوة العلاقات التاريخية الأخوية بين الشعبين الشقيقين، فشكرا لكم، وهذه هي هذا هو العمل الإنساني.